يسعد صباحك. صباح النور. بتعرفيني بحضرتك، شو اسم حضرتك؟ انا عطيه مراد. هلا قديش لك اليوم قديش لك بدير مار بولس بدار المسنين؟ مو كثير اخي، الله بلا ما اجرح جروحي. ابني ضابط كان توفى من زعل يجي. الله يرحمه ويطول بعمرك. الله يسلمك. انت اليوم عم تشتغلي؟ عم شوفك عم تشتغلي بالصوف. ايه. شو عم تشتغلي؟ بشتغل لاولادي. لاولادي هدول مساكات للتناجر للطبخ، شقفه يعني خيط بخيط. عم يعتنوا فيكم؟ عم يهتموا فيكم الرفاق؟ لا والله ما في شيء ناقص. لا لا ما لا في شيء ناقص. عم يعملوا لك صوف؟ كل شيء. نعم. عم يعملوا لك صوف اللي عم تشتغل فيه؟ لا انا شوف قولي بقولي. لا الله يقويك يا. مرحبا. مرحبا. أنا اسمي ماجدة من مركز زينب فواز قسم الإعلام مشروع بكرة إلنا، وحابة أخذ من وقتك شوي أسألك كيف تقضوا نهاركم مع كبار السن؟ أهلا وسهلا فيكي بمركز الطفولي هون. نحن دار للأيتام ومأوى للعجزين. قبل ما بلش بالحكي بدي أشكركم أنت وكل رفقاتك وكل القيمين على هالمركز وكل اللي بيفكروا فينا، لأنه مجرد ما جيتوا لعنا نحن صرنا ضيوف وأنتوا صرتوا أهل البيت. نحن العجزي منوع كتير بكير، بتعرفي الواحد بعمر معين بيصير 3 ساعات 4 ساعات الختيار بيصير بكفي نوم. بيوعوا الصبح نعمل لهم ركوة قهوة، بيشربوا قهوة، إذا الطقس حلو مثل اليوم بينزلوا على البستين لبرا على الجنينة، وإذا إذا الشتاء بيضلوا بأوضهم بس يخلصوا قهوتهم بيتروقوا، وبعد الترويقة بيكون ببرم أنا على الدار لشوف مين الختيار اللي اخذ دواء، مين ما اخذ دواء، مين موجوع، مين بده حكيم، مين بده هيك، يعني مثل كل قبل الظهر مثل كل جدنا وستنا يلي بيكونوا بالبيت ونحن بنهتم فيهم. والختيار عاده عنده ميل على طول يحكي بالماضي، كنا هيك وكنا هيك وعملنا هيك، فهني كل ختيار بحد ذاته هو تاريخ، بتصيري انت تسمعي لهالختياريه، وكل ختيار بيحكي بتتسمعي وبتاخذي دروس للحياه. طيب ماشي، حابة أسألك عن الصعوبات يلي بتواجهكم خلال التعامل مع كبار السن. شوفي الكبير بالمثل الشعبي وبكل البلدان ذات الشيء بيقولوا يا طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا. بظن اللي يبقى كبار بالعمر بدنا نعرف كيف نتعامل معهم على أساس صحيح أني بالطول طوال أو شعراتهم بيض يعني شايبين، بس بيكون بلش شوي تفكير ونصير مثل الصغار. بدك تراعي كتير خواطرهم، ما لازم تجبريهم عشي، لازم تفهميهم كل شيء. إنه إذا مش عم تاخد حبة الدواء بدك تفسري ليش عم تعطيهم حبة الدواء، وهيك يعني صعوبات كتير 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 ما في. لا لا لا، نحنا هلا بس تبرموا على الدار وتعطوهم هدايكم ونحنا بدنا نتشكركم باسمهم، رح تشوفي إنه كتير 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 طيبين وكتير منفتحين وكتير سهلين، ما عنا كتير صعوبة. يعطيك العافية. الله يعافيك. بتعرفني بحضرتك؟ أنا سومر صدي من مركز زينب فواز، بتدرب بنشاط بكرة إلنا على كورال. طب اليوم شو كان دورك بزيارة لدار المسنين دير مار بولس؟ كان دوري في نحن غنينا، أنا طلعت غناء أفرادي وفي غناء أفرادي في غناء في غناء جماعي. كيفك؟ منيحة تمام. شو اسمك؟ تسنيم أفندي. شو تدري بمركز زينب فواز؟ أنا حالات إبداع، بكتب شعر وعم أتعلم حالياً على عزف العود. برافو. طيب اليوم شو كان دورك بزيارة دار المسنين؟ اليوم كان دوري هو أني أقدم الحفلة وألقي قصيدة لعيد الأم، ذكر فيها كل المسنات أنه أنتوا مثل أمهاتنا. طيب كنت مبسوطة اليوم؟ إيه أكيد. طيب أنت أول مرة بتعملي هيك فعالية؟ يعني قصدي مشروع بكرة إلنا بس لعب يخليك تروحي تعملي فعاليات أو تزوري هيك مطارح؟ ربما. بس مشروع بكرة إلنا؟ يمكن. طيب شو توجهي كلمة مشروع بكرة إلنا؟ أنا كتير بشكر مشروع بكرة إلنا لأنه هو عم ينمي لنا مواهبنا، حتى المواهب الغير مكتشفة داخل الطفل ممكن هو يكتشفها وينميها، وما حدا بيعرف إذا كان هذا الطفل رح يكون فخر لبلده ورح يكون يعني شيء بخلينا نفتخر إنه هذا منا وهذا نحن ربينا وهذا نحن عملنا فيه. شكرا لك وإن شاء الله بتكوني فخر للبلد. شكرا لك. سلمان.
يعطيك العافية. الله يعافيك. بتعرفيني بحضرتك؟ رامية زعرور، مدربة موسيقى وكورال بمشروع بركرة إلنا بمركز زينب فواز. أهلا وسهلا فيك. أهلا. اليوم نحن بدار المسنين، عند بدير ماربولوس لدار المسنين. اليوم أنتوا شو كنتوا عم تقدموا الكورال اللي قدمتيه حضرتك والأطفال؟ اليوم حاولنا نحن نكون بالمبادرة هاي للمسنين، خاصة قدمنا شيء من الماضي وشيء من الحاضر وشيء لبكرة مع أطفالنا، ومنتأمل إنه هالبذرة اللي عم نحاول نزرعها تنمى وتكون حلوة وتعطي شيء حلو لبلدنا. مرحبا أنسة. أهلا وسهلا. بتعرفيني بحضرتك؟ أنسة سلام إسحاق، مديرة مركز زينب فواز للنشاط. كيف كان انطباعك لهالزيارة اليوم؟ هلا أنا كتير كنت مبسوطة، ومبسوطة أكثر لأني شفت عند المسنين رجال ونساء إنه هيك هالبسمة الحلوة من خلال زياراتنا لغرفهم، كيف هيك كان استقبالهم حلو. كمان الحفلة لقينا شوي في تفاعل بين المسنين وبينهم، واستقبال الصور كان كتير حلو، والله يوفقهم جميعا. طب بس آخر سؤال أنسي، هلأ اليوم بهي الزيارة شو تتوقع أنه الأولاد ممكن يستفيدوا من هالزيارة، أنه يزوروا المسنين أو يكبروا العمر؟ هلأ هيدي الزيارة كتير إلى قيم عززت، هي موجودة عند الأطفال بس هي عززتها. هلأ عززت عند الأطفال قيمة احترام المسن، كيفية التعامل مع السن، وقديش نحنا بدنا نوصل لهيدي المرحلة، كيف لازم نحنا نقدم، لأنه نحنا بدنا نوصل، فنحنا بدنا بكرة مين يقدم لنا، فنحنا مثل ما بنزرع بنحصد، فنحنا هلأ زرعنا وبكرة نحنا بدنا نكبر بدنا نصير، وأكيد رح نحصد هيدا الشيء. الله يعطيك العافية. والانطباع الآخر إنه نحنا لما الطفل قدم وغنى لهالمسنين، ولما كانوا الأطفال مبسوطين وهن عم يغنوا لهم، فكانت نحنا فرحتنا أكبر وأكبر.